فراح نخلص الحلقة اليوم نحكي على كليب مانور الزين واليسار، وما هي قصة القميص الأبيض والثريا اللي تلبس بالرأس وتنهز الركبة وياها من غير ما تطفل شموع. نور الزين يقول بأغنية الجديدة: جدتك طايرة الونة قوم اقعد تلقاها. دقيقة، خل أقوم وأقعد دقيقة. شدو ساسا، ما معنى كلمة أحو؟ هل هي تسريحة شعر؟ هل هي نوع من أنواع المكسرات؟ هل هي فعل ماضي مضارع؟ وجدتك طائرة الونة، وجدتك من بعد فرقة جبارة هاي المرأة والله، ظالمة هاي المرأة. نور الزين قام يرقص من وراها، رقصت نور الزين.